بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن اول درس يا اولاد في الثالثه اعدادي، الحركه في اتجاه واحد. ما المقصود بالحركه؟ الحركه هي تغيير موضع الجسم بالنسبه لموضع جسم اخر بمرور الزمن. هي تغيير موضع الجسم بالنسبه لموضع جسم اخر بمرور الزمن، يعني مكان الجسم بيتغير بالنسبه لجسم اخر، بقول ده وهو في حاله حركه. حركة أنواعها كتير، خدناها السنة اللي فاتت وخدناها السنة اللي قبلها، سواء دائرية أو اهتزازية أو موجية أو انتقالية، ولكن النهاردة هناخد الحركة في اتجاه واحد. ويقول إن الحركة في اتجاه واحد هي أبسط أنواع الحركة. خلاص، الحركة في اتجاه واحد بقى قد يكون في خط مستقيم أو خط منحني أو كلاهما معا. خلاص، تيجي أكمل. الحركة في اتجاه واحد قد يكون في خط نقط أو نقط، مستقيما أو منحنيا أو كلاهما معا. مين بيتحرك حركة في اتجاه واحد؟ عندنا حركة القطار وحركة المتر. حركة في اتجاه واحد، حركة القطار وحركة المتر. برضو بيجي سؤال أكمل. علل تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة في اتجاه واحد. أقول له أنه يتحرك إلى الأمام أو الخلف في خط مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. أي غير لي القطار وخلى لي المترو، هو نفس الكلام، لأنه يتحرك إلى الأمام أو الخلف في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. لما اتكلم عن الحركة يبقى ندخل في مفهوم جديد اسمه السرعة. خلاص، يبقى عدم في حركة يبقى في سرعة. ايه هي السرعة؟ هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، يعني المسافة اللي بتتقطع وقت قد ايه. يعني عشان اعرف السرعة لازم اعرف حاجتين، المسافة واعرف الزمن. تعريف تاني برضو للسرعة، برضو في كلمة المسافة والزمن، هو المعدل الزمني التغير في المسافة. خلاص، السرعة لما اجي اجيب قانونها، قانون السرعة بتساوي عين بتساوي السرعة، عين ده رمز السرعة وفيه رمز المسافة وزين رمز الزمن. عين بتساوي فيه على زين، يعني السرعة بتساوي المسافة على الزمن. لو عايز الزمن المسافة على السرعة، عايزين المسافة السرعة في الزمن. بالنسبة للوحدات، السرعة وحدتها متر كل ثانية او كيلو متر كل ساعة على حسب. والله لو حاجات صغيرة يبقى متر بالثانية، لو مسافات كبيرة تبقى كيلو متر كل ساعة. والمسافة وحدتها بالمتر أو بالكيلو، والثانية وحدتها يا إما والزمن يا إما ثانية يا إما دقيقة يا إما ساعة. خلاص، طبعا المسائل دي بتبقى سهلة مباشرة، مفيش غمس خط التحويل. لو جابها لي بالمتر والثانية وعايزها بالكيلو والساعة أو العكس، بنحول ازاي سنة ثالثة؟ بنقسم في رقم، بنضرب في رقم اسمه 5 على 18. جينا الخمسة على 18 ده منين؟ عشان أحول من كيلو لمتر بضرب في 1000، وعشان أحول من ساعة لثانية بضرب في 60 في 60. يبقى أنا لو قسمت 1000 على 60 في 60 واختصرت الرقم هيطلع 5 على 18. يبقى ازاي احول من كيلو ساعة الى متر وثانية؟ اضرب في 5 على 18. والعكس، لو عايزة من متر للثانية لكيلو ساعة اقسم على 5 على 18. خلاص، ده بالنسبة لي التحويلات لو مسائل مش مباشرة وفيها حتة تحويل، زي المسألة دي اللي هي. خلاص، طيارة مشيت مسافة 180 كيلو، خلاص، وخدت ساعة. عايز قد ايه؟ عايز السرعة اللي اتحركت بيها الطيارة، بس ما كيلو ساعة، واحد كيلو الساعة ووحدة المتر كل ثانية. بالنسبة للكيلو والساعة سهلة، ليه؟ لأن هي جايبها لي أصلا بالكيلو وجايبها لي أصلا بالساعة. هنقول السرعة بتساوي إيه سنة تالتة؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن، وأقسم 180 على الواحد هيطلع الحل 180 كيلو متر كل ساعة. طب عايزاها بالمتر كل ثانية، أعمل إيه؟ السرعة اللي طلعت ديت هي 180، أمسكها وأضربها في 5 على 18. يبقى اقول 180 في 5 على 18 هيطلع 50 متر كل ثانية. خلاص؟ بعدين لو انا عايزة احسب السرعة سواء بالكيلو والساعة والمتر والثانية. بعد كده هنتكلم عن علاقة السرعة بالمسافة وعلاقة السرعة بالزمن. طبعا احنا قلنا ان عين بتساوي في على زين. في على زين، في دي فوق وزين دي تحت، يعني في تتناسب طرديا مع السرعة. يبقى كلما زادت المسافة زادت السرعة، العلاقة بينه علاقة طردية. خلاص، وزين ده تحت في القانون، يبقى الزمن يتناسب عكسي مع السرعة. كلما قل الزمن كلما زادت السرعة. العلاقة بين السرعة والزمن علاقة عكسية. العلاقة بين السرعة والمسافة علاقة طردية. خلاص، لما بتكلم عن السرعة بنقول ان العربيات او الطيارات فيها عدادات، والعداد ده اسمه عداد السرعة. لازمته ايه عداد السرعه ده؟ بيجي في برضه في الامتحانات. علل اهميه عداد السرعه لانه يستخدم في معرفه السرعه مباشره. مجرد ما بصيت في العداد عرفت انا ماشي على سرعه كام. بعد كده هنجيب بقى انواع السرعه. ما هي انواع السرعه؟ عندي نوعين من السرعه يا اولاد، عندي سرعه منتظمه وعندي سرعه غير منتظمه. سرعه منتظمه يعني ايه؟
يعني الجسم بيقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، بيقطع نفس المسافة في نفس الزمن، نفس المسافة في نفس الزمن، بس مش لازم نفس الأرقام يا ولاد. يعني مثلا هو مثلا لو قال لي مشي بيمشي 40 متر وخد فيهم ثانية، ورجع قال لي مشي 80 متر وخد فيهم ثانيتين، ومشي 120 متر وخد فيهم 3 ثواني، دي مش طالعة منتظم؟ لا منتظم، لأن أنا لو قسمت 40 على 1 يطلع 40، 80 على 2 برضه هيطلع 40، 120 على 3 برضه هيطلع 40. يبقى ما نحكمش إنها منتظمة أو غير منتظمة إلا لما نحسبها الأول. طب السرعة الغير منتظمة بقى تعريفها، بيقول لي غير، أنا كمان أحط له كلمة غير، يبقى إيه تعريف السرعة الغير منتظمة؟ هي السرعة التي يقطع فيها الجسم مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو العكس، يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. هحط له كلمة غير، بس يا إما مع المسافة يا إما مع الزمن. وغالبا إحنا كلنا بنمشي بسرعة غير منتظمة، صعب إن أنا أحقق السرعة المنتظمة. خلاص؟ ما معنى قولنا ان؟ احنا عندنا عليه قبل كده كتير، ولو تاني اعدادي لو قال لي ما معنى قولنا ان وجاب لي رقم واحد يبقى ده تعريف، لكن لو جاب لي رقمين في المساله يبقى دي مساله، في السؤال يبقى ده مساله. يعني ايه سياره بتقطع سرعتها منتظمه 70 كيلو متر كل ساعه؟ ده رقم واحد يبقى تعريف، يبقى عرف السرعه المنتظمه. هقول له اي ان السياره تقطع مسافه 70 كيلو متر كل ساعه بانتظام، 70 كيلو متر كل ساعه بانتظام. ينفع امشي طول حياتي بسرعه منتظمه؟ لا صعب، وده برضه بيجي في الامتحانات. علل يصعب تحقيق السرعه المنتظمه عمليا، الاجابه بسبب اختلاف احوال الطريق. ليه؟ انا ما اقدرش امشي بسرعه منتظمه طول حياتي، مثلا ماشيه بالعربيه طريق كله مطبات، طريق مرصوف، طريق فيه زلط، يبقى سرعتي تتغير من وقت للتاني، يبقى صعب ان انا امشي بسرعه منتظمه طول الطريق. السبب ايه؟ هجيبها بقى في الطريق، هقول له بسبب اختلاف احوال الطريق. خلاص ماشي، حاجه زي كده. ليبيا متر الانفاق بيتحرك بسرعه غير منتظمه، لازم متر الانفاق يقيس؟ لا، ممكن يجي لك القطار، السياره، اي حاجه. اجيب ايه سنه ثالثه؟ اجيب تعريف السرعه غير منتظم، اقول له لانه يقطع مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه، او لانه يقطع مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. يعني كاني بعرف السرعه الغير منتظمه. بعد كده عندنا جسم، عندنا حاجه بتتحرك بسرعه منتظمه ما بيهمهاش بقى على طريق ولا اي حاجه، اللي هو مين؟ الضوء. ما هو الشيء الذي يتحرك بسرعه منتظمه ولا على طول دايما او سرعه ثابته دايما؟ اقول له الضوء، واللي يقول الموجات الكهرومغناطيسيه تمام، يا اما الضوء يا اما الموجات الكهرومغناطيسيه. فيها مشاكل الكلام ده؟ بالمره بقى ممكن نعرف بالايه، ان انا اعرف احدد ازاي، احدد اللي هو الزمن اللي بياخده ضوء الشمس عشان يوصل لنا. ضوء الشمس بياخد وقت قد ايه عشان يوصل عندنا هنا؟ خلاص، مش اول ما الشمس بتشرق الضوء بيوصل لنا يا اولاد، لان في مسافه بيننا وبين الشمس. لو عايز اجيب الزمن، الزمن القانون بيساوي ايه سنه ثالثه؟ المسافه على السرعه. المسافه بيننا وبين الشمس حوالي 149 مليون كيلو متر، 149 مليون كيلو متر، وسرعه الضوء 300,000 كيلو متر في الثانيه. فلو قسمت ال 149 مليون 6 على مليون على 300,000 كيلو متر، هيطلع حوالي بتاخد 498 ثانية، ولو حسبتهم بالدقايق حوالي 8 دقايق و3 من 10، يعني حوالي 8 دقايق و17 ثانية. يبقى الضوء بتاع الشمس بياخد وقت قد ايه عشان يوصل لنا سطح الأرض؟ بياخد 8 دقايق و3 من 10 أو 8 دقايق و17 ثانية. ده تطبيق إن ايه الضوء، إن أنا عندي زمن أو مسافة أو سرعة وأجيب أي حاجة فيها. السرعة بعد كده اسمها السرعة المتوسطة، ودي بلجأ لها لو الجسم ماشي بسرعة غير منتظمة، لأن ما اقدرش احسب السرعة في الحالة دي، ماشي مسافة مختلفة وزمن مختلف ومسافة مختلفة وزمن مختلف، فهجيب انهي سرعة؟ فالافضل ان انا اجيب السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة يا ولاد بيرمزوا لها بالرمز عين شرطة، بيرمزوا لها بالرمز عين شرطة. السرعة المتوسطة عشان احسبها بجيبها ازاي؟ بقسم المسافة الكلية على الزمن الكلي، المسافة الكلية على الزمن الكلي. ايه تعريف بقى السرعة المتوسطة؟ نجيبها من القانون، هي المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق. المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق لقطع المسافة. في تعريف تاني للسرعة المتوسطة برضو بيجي في الامتحانات، هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. هي السرعة المنتظمة، بص بدأت أتكلم إيه؟ السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.
ونجيب لي مسائل اديني كذا مسافه زي المثال ده، مشي مسافه 84 متر وخد 12 ثانيه، وبعدين 56 متر وخد 8 ثواني، وبعدين 28 متر وخد 4 ثواني. بنجيب السرعه المتوسطه ازاي؟ بجمع كل المسافه على كل الزمن ويطلع الحل، والوحده عاديه جدا زيها زي اي ايه وحده بتاعه السرعه. بعد كده هندخل بعد كده بقى في السرعه النسبيه. ما المقصود بالسرعه النسبيه؟ السرعه النسبيه هي عباره عن سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك يعني ايه؟ يعني انا عندي جسم بيتحرك وانا عايزه اراقبه واشوفه بيتحرك بسرعه قد ايه، فبعمل ايه سنه ثالثه؟ بشوف انا بالنسبه له بتحرك ازاي او ما بتحركش. والله لو انا بتحرك في نفس اتجاهه فبطرح السرعتين من بعض، لو انا بتحرك في عكس اتجاهه بجمع السرعتين مع بعض، لو انا بتحرك فيه لو انا متحركش وساكن او جسم براقب الجسم المتحرك ده وانا جسم ساكن بيبقى عامل ازاي سنه ثالثه؟ بتبقى بالنسبه لي السرعه الفعليه بتساوي السرعه النسبيه. عندي اهو سنه ثالثه دلوقتي انا جمعها لكم كده يعتبر في جدول. ها السرعه النسبيه لو هي هي السرعه الفعليه امتى قد بعض؟ لو ايه؟ لو كان المراقب ساكن. يعني انا مثلا قاعده على رصيف وعرض العربيه قدامي مثلا سرعتها 30 كيلو متر في الساعة، فبقول سرعتها فعلا بالنسبة لي 30، يبقى في الحالة دي النسبية بتساوي الفعالية لو المراقب ساكن. طب المراقب بيتحرك في عكس الايه؟ الاتجاه. المراقب بيتحرك في عكس الاتجاه، انا بتحرك في ناحية اليمين ناحية مثلا بسرعة 30 والعربية اللي جنبي بتحرك ناحية الشمال بسرعة 50، فبجيب السرعة النسبية ازاي؟ بجمع السرعتين. طيب لو انا بتحرك في نفس اتجاه العربية بعمل ازاي؟ بجيب السرعة النسبية ازاي سنة تالتة؟ بطرح السرعتين من بعض، سرعتي ناقص سرعتها او سرعة العربية ناقص سرعتي. بجيب السرعة النسبية ازاي؟ بجيب الفرق بين السرعتين لو انا بتحرك من نفس الاتجاه. والله لو انا الاتنين بنتحرك في نفس الاتجاه بس بنفس السرعة بقول في الحالة دي ان السرعة النسبية بالنسبة لي صفر. يعني انا لو مشيت مثلا انا بجيب مثلا مشيت 3 خطوات واللي جنبي مشي جنبي 3 خطوات، فابص عليه بلاقيه حاسس ان هو ما مشيش واقف ساكن. ليه؟ لان انا اتحركت زيه. يبقى انت السرعه النسبيه تبقى بصفر لما يكون المراقب والجسم المتحرك مالهم من سنه ثالثه في نفس الاتجاه وبنفس السرعه. طب امتى بتطلع ضعف السرعه الفعليه؟ لو احنا الاثنين بنتحرك في عكس الاتجاه وبنفس الايه؟ السرعه. يعني انا مشيت كده 3 خطوات ومثلا واللي جنبي مشي عكسي 3 خطوات، يبقى نقول بالنسبه لبعض بعيدنا عن بعض قد ايه؟ حوالي 6 خطوات. يبقى بنجيب ازاي سنه ثالثه؟ بنجيب ضعف السرعه الفعليه. وايه هي تعريف السرعه النسبيه تاني؟ هو سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. من هو المراقب؟ المراقب هو الشخص الذي يراقب سرعه جسم متحرك. شكرا لسنه ثالثه، ربنا يوفقك وربنا معاك ان شاء الله.